لما شخص يقول للمرأة ما تتضربيش، مش من حق حد ان هو يضربك، مش من حق حد ان هو يخونك، مش من حق حد انه يحط من شأنك ويهينك، ده معناه ان هو بيخرب بيتها. ان انت بتقول يعني كده، بالعكس انا اشوف انه من ناحيتي انا اوجه الكلام للرجل، واحنا في مجتمع عندنا التمكين الذكوري اللي هو المجتمع اللي يقوده رجال، فلما انا اوجه كلامي للرجل انا ما اهاجم الرجل، انا اخلي الرجل يعطي قيمه افضل للمراه اللي في حياته، يعطي قيمه افضل. انت ما دام انت المسيطر في الحياه فاعرف ان المراه من رجالها كما ان المهره من خيالها، فاعطي للمراه قيمه تعطيك قيمه. في بعضهم يحب انه يتسلط على المراه، طيب اللي انت تتسلط عليها راح تاذيك، انت لما تطلع تروح شغلك، لما تطلع تروح اي مكان، لما تسافر راح تخاف، انت مخلي مره ضعيفه، بس لما ترتبط بامراه قويه تحافظ عليك.